أسعد الله أوقاتكم بكل خير. دعا عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ الدكتور علي الصلابي المحكمة العليا والرئاسية المقترح والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إلى العمل على مساعدة الليبيين في الوصول إلى انتخاب ممثليهم في المؤسستين التشريعية والتنفيذية لقيادة مرحلة انتقالية حقيقية توصلهم إلى المصالحة. وأكد الصلابي في حديث مع قدس بريس الأحد أن اتجاه الأمم المتحدة للانتخابات في العام المقبل هو أقصر طريق لإنهاء معاناة الليبيين، مضيفا أن الحوار بين أطراف الأزمة الليبية أمر مطلوب، وأنه من المهم بالنسبة للليبيين أن يجلسوا فيما بينهم لبحث سبل حل خلافاتهم، وعلى الأمم المتحدة أن ترعى هذه الحوارات وتدعمها. قال وزير الحكم المحلي بالحكومة المقترحة بداد قنصو إن البلديات مستعدة للتعاون مع حكومتهم للعمل على إقامة الانتخابات في موعدها المحدد. قنصو في تصريحات له الاثنين أوضح بأن الظروف الأمنية في ليبيا مهيئة لإجراء الانتخابات، ذلك للخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة حسب قوله. هذا وكان رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج قد أعلن في بدء عن بدء التجهيزات مع المفوضية العليا للانتخابات لإجراء انتخابات على المستوى الرئاسي والبرلماني في العام المقبل. أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون اتفق مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد على ما وصفته بمواصلة الجهود الدولية لإحلال الاستقرار في ليبيا والتصدي لكافة أشكال التهريب. الرئاسة الفرنسية في بيان لها الاثنين ذكرت أن الاتفاق بين ماكرون وبن زايد جاء خلال محادثة هاتفية جرت بينهما وتطرق فيها إلى العديد من القضايا المتصلة بالمنطقة وخاصة ليبيا، مؤكدين على ضرورة تواصل الجهود الدولية برعاية الأمم المتحدة. شدد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي على أهمية التنسيق والتعاون بين تونس والسودان في عدد من القضايا التي تشغل المنطقة في مقدمتها الأزمة الليبية. السبسي في لقاء الاثنين مع وزير الخارجية السوداني أحمد غندور بقصر قرطاج أكد على أهمية دول الجوار في مساعدة الشعب الليبي، مشددا على ضرورة تشجيع الليبيين على التوافق للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة لهذه الأزمة. قتل الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح اليوم رميا بالرصاص على يد مسلحين حوثيين بعد اعتقاله وهو في طريق الى مسقط راسه في سنحان جنوب العاصمه صنعاء. وزارة الداخلية التابعة لميليشيات الحوثيين اصدرت يوم الاثنين بيانا قالت فيه انها انهت ازمة ميليشيات صالح باحكام السيطرة الكاملة على اوكارها وبسط الامن في ربوع العاصمة صنعاء وضواحيها وجميع المحافظات الأخرى. مقتل المخلوع وعدد من عناصره بحسب البيان. كانت وكالة رويترز قد نقلت عن شهود عيان أن الحوثيين فجروا منزل الرئيس اليمني المخلوع وسط صنعاء عقب معارك عنيفة مع قواته منذ منتصف الليلة الماضية. إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا الموجز، قدمناه لكم من قناة التناصح. في أمان الله.